بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه. وهذه أزكى وأطيب التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شباب حول الحسين. أذكر السادة المشاهدين الكرام أن هذا البرنامج اليومي المباشر هو برنامج ثقافي وجداني يتيح للشباب الحسيني أن يعبر عن حبه وولائه لسيد الشهداء عليه السلام من خلال الاتصال المباشر أو من خلال إرسال مساهمة فنية خاصة به، صوتية أو فيديو أو نص أو رسم أو صورة أو شعر وما شابه ذلك، نظمه في الإمام الحسين عليه السلام وواقعة كربلاء وأبطالها العظام. ونحن بطبيعة الحال سنقوم بعرض هذه المساهمات أثناء حلقات البرنامج، ونختار بالطبع المشاركات الأفضل ونقدم الجوائز القيمة لأصحابها أينما كانوا بإذن الله. كما تتضمن كل حلقة استضافة ضيف حسيني متميز للحوار معه، وأيضا نتلو فقرة تربوية في ختام الحلقة تبين درسا من رسالات مدرسة كربلاء الخالدة. ومشاهدينا الأكارم، على بركة الله نبدأ، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد. تلقينا العديد من المساهمات من مشاهدين أعزاء، ونبدأ بهذه المساهمة من العربية السعودية: مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام في هذه السنة. يا عدنا يا ابنا الطهر قدنا، خذنا من أيدينا حتى نرقى من جنان. إحياء عدنا يا ابن الطهر قدنا، خذنا من أيدينا حتى نرقى من جنان. زدنا على الوعد ما قامت الأيام، نشتاق للأحياء عاما بعد العام. يا حسين يا محبوب كل قلوب شيعتك فيك تذوب، عالوعد تحيي اليوم شهر المحرم والأصوات لك بالذات. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد. طبعا نحن نشكر العزيز أبو راشد من القطيف الحبيبة التي أرسل منها هذا الإحياء العاشورائي الجميل والمعبر، وكل مشاهد يمكنه أيضا أن يكون إعلاميا ويساهم في نشر الثقافة الحسينية والتعبير الوجداني الرشيد عن هذه الواقعة الخالدة. أيضا يسعدني أن أرحب بضيف الحلقة الشاعر العزيز أستاذ لقمان البدران. السلام عليكم أستاذ لقمان ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعني أستاذ لقمان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم مجددا في إطلالة ثانية لكم، ونحن سعيدون فعلا بهذه الإطلالة وبما تقدمونه من الأجوبة الطيبة والغنية. أستاذ لقمان، نحن نعرف أن يراعك له نتائج جميلة وموحية، وأيضا لديك هذه القدرة وهذه الموهبة في التعبير عن واقعة كربلاء. حبذا لو نسمع منك اليوم بعض ما كتبت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. اللهم صل على محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة أبي عبد الله الحسين والثلة المباركة من آله وأصحابه، جعلنا الله وإياكم من الفائزين بشفاعته ومن المتأسين به. قصيدة بحق أبي عبد الله الحسين أقول فيها: يا لائمي جهلا بما راعني، حتى اعترتني صفرة الأبدان. يا لائمي جهلا بما راعني، حتى اعترتني صفرة الأبدان. كن حاذق الرأي حصيف الحجى، واترك ملامي واحترم أحساني. ما كان حزني شجو حس ولا كان اكتئابا ساكن الوجدان، بل كان وعيا عن يقين سما بالروح فازدانت بعلو الشان. جاهدت دهرا في الورايا به وبه، وقد وعدت الله ما أبقاني أن لن أوالي منهجا غيره، فهو السبيل الواضح البرهان. حتى بيوم الملتقى يعطني عمرا جديدا في ذرى المنان. أكثرت سؤلي يا ترى ما الذي أدمى المآقي بأذى الأشجان. يا الله. حتى استحالت مهجتي مجمرا يسيل منه الدمع كالنيران. هذا حسين ثاويا بالعرى سلوا خليط اللحم بالثربان. هذا ابن نبراس النساء الأولى، هذا ابن نبراس النساء الأولى، هذا ابن خير الخلق من عدنان. هذا سليل المجد من لا ترى قد مات في الصحراء بلا أسران. من الطعنات والرأس محمول على الصلبان. قد جاء يدعو للتقى ناصحا باللين يمضي بهدى القرآن. فاستهدفوا قدسا جليلا به واستفحلوا بالغدر والعدوان. حتى قضى بالذبح فيني نوى كي لا يوالي زمرة الطغيان. هذا أنا المكلوم يا لائمي، أسعى بنوح والبكاء عنواني. من سيد البذل ابتغيت الرضا، وذي دموعي أضعف الإيمان. ما قيمة الدمع لمن يفتدي ذا الدين بالأغلى من الولدان. لكنها بوح لقلب له أنات وجد من حشن حراني، أنات وجد من حشن حراني.
بارك الله بكم أستاذ لقمان على هذه الكلمات الطيبة الغنية التي جمعت فيها بين العواطف والمواقف وبين العبرة والعبرة وأيضا المعرفة. أيضا تضج القصيدة بهذه المعاني، بارك الله بكم. أنت تعرفون أستاذ لقمان أن الحزن من الانفعالات الإنسانية، الإنسان يتميز بعدة انفعالات: الغضب، الخوف، الفرح، الاندهاش وأيضا الحزن. الإنسان من لحم ودم، الإنسان يتأثر. القرآن يعني يذم قساة القلوب، يذمهم ذما شديدا وينكر عليهم هذه القسوة التي هي فعلا من نتائج اتباع خطوات الشيطان. اليوم كيف نوظف هذه العاطفة الإنسانية في التعامل مع الفجيعة التي تحل بالقادة الإلهيين وهم يضحون في سبيل إعلاء كلمة الحق؟ تفضل. أحسنتم، جزاكم الله. للحزن مساحة كبيرة في واقعة الصف، وهي الواقعة الوحيدة التي اجتمع فيها. إذا أمكن فقط يعني التدقيق في الصوت حتى يصل إلينا الصوت أوضح أكثر لو سمحتم أستاذ لقمان، تفضلوا في الإجابة. نعم، إن شاء الله. للحزن في واقعة الطف مساحة كبيرة، نعم، وهي الواقعة الوحيدة المصيبة الفريدة التي اجتمع فيها الفقد، فقد الأب والأخت والابن والمشاعر الأخرى من غربة وتوحد وعطش. نعم. وكانت ديمومة واقعة الطف خلال الدمع. أحد الشعراء يقول: من لم يمت على الحسين تأسفا عندي وأعداء الحسين سواء. نعم. لذلك نرى أئمتنا يكوننا بإقامة مجالس العزاء وقد أقاموها في حياتهم. نعم. وقربوا الشعراء الذين يندوبون الإمام الحسين. نعم. وكل ذلك في مصلحة القضية الحسينية أكيد. نعم. اسمح لي أستاذ لقمان وليسمح أيضا لي السادة المشاهدين بأن نأخذ هذه المشاركة الثانية أيضا من أحد مشاهدي البرنامج، الأخ حبيب الله عبد الله من لبنان. الشاب العزيز الفتى الطيب حبيب الله عبد الله من لبنان على هذه المشاركة القيمة. أستاذ لقمان، يعني أوصيكم بالشباب فإنهم أرق أفئدة كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. اليوم ما هي أهمية مشاركة الفتية والفتيات في السن اليافع في يعني عنفوان يعني الحداثة، أن يشاركوا بوجدانهم، أن يعبروا، أن يذهبوا إلى المجالس مع أهلهم من أجل أن يتشربوا القضية الحسينية
من مبادئها ومن عواطفها. تفضل. أستاذنا الكريم، تربيتنا الإسلامية ومجتمعنا المحافظ وآباؤنا وأمهاتنا رعاهم الله ورحم المتوفين منهم، علمونا على حب الحسين، فنهلنا حبه من أفداء أمهاتنا، وعانينا في الخصوص في بلدنا ما عانينا ضريبة حبنا لأبي عبد الله الحسين وولائنا لعلي وآله، التربية النشئ على حب أبي عبد الله الحسين يعطيه المناعة في مواجهة كل الموجات التي تأتينا من الخارج والتي تحاول حرف عاداتنا وتقاليدنا عن المنهج الصحيح الذي تربينا عليه. فلذلك كل نشأ يسير في هذا الخط مبارك من هو ومسدد بإذن الله. أحسنتم كثيرا أستاذ لقمان. لو عدنا أيضا إلى طريقة التعبير عن الفجيعة، عن المأساة، هناك طرق متعددة، هناك من يبكي، هناك من يلطم، هناك من يكتئب، هناك من يمشي في مسيرة ويطلق شعارا ويغضب، يعني ويغضب للحسين ولكن يغضب وهو حزين. طبعا هناك أساليب أيضا تستخدم في التلاوات أو في يعني المراثي، ربما فيها أطوار مثلا، ربما فيها يعني بين هلالين تطريب أو غناء معين. كيف يمكن يعني أن نوفق بين جمالية الأداء والتأثير بعيدا عن مسلكيات التطريب والغنائية؟ التطريب مع شديد الأسف أستاذ الكريم في الفترة الأخيرة دخل دخولا هجينا على القصيدة الحسينية. منطق الغاية تبرر الوسيلة التي يتحجج بها البعض بأنني أدخل الألحان الغنائية والآلات آلات الطرب إلى القصيدة الحسينية وإلى الردة، هذا عذر لا مبرر له. فلسنا يقول أن الغاية تبرر الوسيلة، غاية سامية، فلذلك يجب أن تكون غايتنا كذلك سامية. مع الأسف بعض الرواديد يأخذ ويرفع منها الكلمات ويضع قالبها على كلمات الحسينية، وفي ذلك أشد ضرر للقصيدة الحسينية ولا داعي لها، لأن بحر الإمام الحسين والقضية الحسينية ألهم الشعراء والكتاب والأدباء والرسامين والفنانين في شتى المجالات، لا يحتاج أن تستعير من الغير سلبياته تعطيها لقضية الإمام الحسين. أنك لم تؤثر عليها ولكن بالأكيد ستؤثر على نفسك وما تطرح. أستاذ لقمان، يعني نحن نذكر وأنتم تذكرون في ثمانينات القرن الماضي مثلا الأخ عساكري حفظه الله، الأخ هنكران، كانوا يعني يلطمون هذه اللطميات الجميلة بعربية لطيفة، يعني والجمهور يتفاعل معهم باللطم، وإلى الآن نحن نستذكرها ونستذكر مثلا إلام السفر يا نور البصر، وكانت يعني تأثيرها كبيرا في يعني إلهاب حماسة الشباب وتوجيه بوصلتهم نحو قضية الحسين عليه السلام. اليوم نجد يعني هناك نوع من الفراغ والخواء في بعض يعني ما يقال من رديات، حتى أنه يعني لا أدري إذا كانت المقصود منها يعني التفريغ ولو ربما يعني بطريقة غير مباشرة. كيف يعني تنقضون هذه يعني هذا الأسلوب؟ كما تفضلت أستاذنا العزيز، في ذاكرتنا تختزن الكثير من اللطميات. كلكم يعرف قصيدة يحسين بضمائرنا، خذ يا محمد للأعلام الكبار
عند الزغير وياسين الرميثي. تلك القصائد سجلت بامكانيات بسيطه جدا، مجرد سبيكر، هذا السبيكر القديم نعم اهلنا في العراق يعرفونه بهذا التسميه. ووصلت القصائد وحفرت في الذاكره والهمت الوجدان الثوري والعاطفي. مع الاسف اليوم كل شيء متوفر للرادود من امكانيات صوتيه وصوريه واخراجيه، ويستخدم بعض المفردات وبعض الالحان الهجينه على القضيه الحسينيه. لا اعرف، ربما هو قضيه اشغال شاغل، يعني لا اكثر ولا اقل، مع احترامنا للناس التي تتصرف بعفويه، ولكن الحسين يريد منا ان نطرح ما هو راقي ولا نكون مبتذلين. ابقى معنا أستاذ اللقمان ونأخذ هذه المشاركة الثالثة، وهي مراسم عزاء الإمام الحسين في نيجيريا لهذا العام. الشكر لمن أرسل إلينا هذه المشاهد الطيبة، هذا الفيديو من نيجيريا. أستاذ لقمان، نحن نعرف أن الشعب الأفريقي الطيب هو أكثر من ظلم في الحقيقة من المستعمرين وغيرهم، فهم يشعرون في داخلهم بالمظلومية الكبيرة، المظلومية التاريخية، وعندما ينظرون إلى نبراس الحق الإمام الحسين وكيف حارب الظالمين وكان هو مظلوما، يشعرون بهذه المشاركة فطريا يعني معه، سواء كان يعني مسلما أو من مذهب هنا وهناك، دائما كان هذا الأمر حاضرا في نفوسهم ووجدانهم. كيف تقيمون يعني هذه التجربة الإنسانية في تماهيها مع مأساة كربلاء ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين متنفس كل مظلوم، وشعلة الحق التي تنير درب المستضعفين في كل بقاع العالم. صوت الإمام الحسين لا تحده الحدود أستاذنا العزيز، وموجات التجهيل والضغط والتعمية عليه باءت بالفشل وستبوء بالفشل إن شاء الله. هذه أقوام مباركة، وتوفيق الله وتوفيق من سعى لإيصال مظلومية أبي عبد الله الحسين إليهم، نعم الرسالة تلك ونعم السعي ذلك. الحسين سقط، أحد الأدباء يقول سقط الحسين ممزقا كي تفهموا أن السكوت على الطغاة محرم. نعم. فسكوتنا عن الطغاة مستحيل،
ما دمنا نتبع وادي عبد الله الحسين، وإيصال صوتي واقعة الطف إلى هذه البلدان الأفريقية دليل نجاحنا إن شاء الله. نعم أستاذ لقمان، كنا تحدثنا معكم بالأمس أنه طريقة التعبير، يعني نحن لدينا اختلاف في الألوان والألسنة، ويعني أركز على الألسنة، أن هؤلاء لطموا بلغتهم بلهجتهم، ونحن سمعنا لهم ربما فقهنا كلمة أو كلمتين، ولكن كادت دموعنا تسقط معهم لشدة صدقهم في تعبيرهم، وكأنها لغة التعبير لغة واحدة ولكن بلغات مختلفة أو بلهجات مختلفة، أليس كذلك؟ نعم، لفظ الإمام الحسين وحده يستدر الدموع. سبحان الله، رب العالمين جعل في هذا الإمام العظيم الكريم دمعة يعرفها المؤمنون والمخلصون فقط، لم يمنعهم فقرهم أو لغتهم أو بعد المسافة هؤلاء الكرام أن يندمجوا معنا ومع قضية الإمام الحسين ويتفاعلوا معها ويحيوها برغم كل الظروف التي تحيط بهم. نعم، أيضا وأيضا المزيد من المشاركات مشاهدينا، وهذه المشاركة من الأخ العزيز عباس حمية من لبنان. كل الشكر للفتى العزيز على هذه المشاركة عباس حمية. عزيزي أنا أشكرك، وتفاعلنا معك كثيرا، حتى يعني الشباب معي هنا في فريق العمل تفاعلوا معك، منهم من يعرف العربية ومنهم من لا يعرف العربية، فأنا أشكرك كثيرا إن شاء الله، وشفيعك الحسين يوم القيامة إن شاء الله. أستاذ لقمان، نلاحظ يعني حماسة يعني الياء الشباب يعني والأحداث في عمر صغير، أنهم البعض منهم إذا كان يستحي في المدرسة أو يخجل في المجتمع تراه ينبري ليصعد على منبر وأمام الآلاف ليقول كلمات أو ليشارك يعني في برامج تلفزيونية، وكأن هذه الخجالة تذهب منه ببركة الحسين، أليس كذلك؟ برعم راق وعربية قوية وأداء مميز، رعى الله هذا الفتى، رعى من رباه وعلمه. جزاكم الله خير فعلا. الحسين نعم تفضل. ملهم الجميع أستاذنا الفاضل،
وهنيئا لمن وقف موهبته على خدمة أبي عبد الله الحسين. نجد كثيرا من المواهب، لا أقصد بها الجافعين فقط، لديه مواهب. بعض الشعراء كتب من القصائد بالآلاف، وبخل على أبي عبد الله الحسين بقصيدة يذكره بها. فتلك سوء، ذلك سوء حظ أستاذنا الكريم، ومن حسن حظ من وفق موهبته لخدمة أبي عبد الله الحسين وقضيته، خاصة إذا كان ذلك من نعومة أظفاره كما هذا الفتى المبارك. نعم، كما أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إذا أشرب الفتى وأشربت الفتاة حب الحسين وحملت قضية الحسين وهي يعني في مرحلة يعني البرعم، نجد أن هذا يصبح في لاوعيه، في وجدانه، في فكره، في عقله، عندما يشب عن الطوق ويكبر ويصبح فاعلا في المجتمع، فتراه مثلا يشارك في الموائد، في الولائم، ربما يحمل السلاح دفاعا عن أرضه وشعبه ووطنه وقضيته ودينه، ويستشهد ويقول أنا حملت في قلبي حب الحسين وهانا اليوم على طريق الحسين، أليس كذلك؟ نعم أحسنت. مشاهد يومية تفضل. تمر علينا نعم أستاذنا الكريم، خصوصا هذه الأيام عندنا في العراق، تجد مجموعة من الأطفال ينشئون موكبا على بساطتهم وعلى قدراتهم القليلة، فتجد هذا الذي يأتي بإبريق الشاي، ذاك يأتي بالأواني، وهو ذاك يأتي مسرور ولا يتعب يعني، بالمنزل. وهو مسرور ولا يتعب ولا يمل ولا يكل يعني. آخر يأتي بالسبيكر بالمسجل ليضع القصائد الحسينية، وتجده متباهيا بذلك مثل ما تفضلت، يغادر الخجل، يغادر الارتباك، يغادر كل ما يمنعه من خدمة الإمام الحسين. هذا بالنسبة للأطفال. أما بالنسبة للشباب فلقد رأينا الشباب الذين ضحوا في ساحات القتال في مواجهة أعدائنا الذين هجموا علينا في العراق خاصة. أستاذنا الفاضل، شباب نخجل نحن منهم، قدموا أغلى ما يملكون وهم في ريعان الشباب، منهم من ترك دراسته، ومنهم من ترك زواجه، نعم ومنهم من ترك كل شيء وذهب ليقاتل واستشهد رضوان الله ونال عليهم ذلك أجمعين. الشرف الرفيع. نعم وتلك هي مدرسة الحسين التي تغذي النفوس نعم بالإباء والشمم والرحمة. نعم أستاذ لقمان ابقى معنا، طبعا وصلتنا أيضا مجموعة من الصور من هيئة السبي من بغداد، وأيضا يعني مشاركة من نيجيريا، وأحب يعني أن ألفت العناية أن الشيخ الزكزاكي حفظه الله أيضا تعرض للظلم الشديد يعني، واستشهد بعض أولاده، لديه هذه المقولة وهو يذكر فيها طبعا جون وهو يعني مساعد النبي الذي قال له تنفس علي بالجنة، هذا التعبير الخالد لجون الذي هو من أشهر المشاهير في كربلاء، مساعد الحسين وهو جون. فيقول الشيخ الزكزاكي: إذا كان للحسين عليه السلام في عاشوراء جون واحد، فاليوم في نيجيريا لدينا 4 ملايين جون. هذه المشاركة من نيجيريا. أيضا هذه الصور من بغداد، هيئة السبي، لطفا مخرج. Oh.
كل الشكر للإخوة في هيئة السبي على هذه الصور التي تم إرسالها إلينا. طبعا نحن نذكر السادة المشاهدين أن هناك جوائز قيمة جدا إن شاء الله نقدمها للمشاركين إن شاء الله بعد أن نختار الأعمال. وغدا إن شاء الله أول طلائع هذه الجوائز، متمنيا على السادة المشاهدين أن يشاركوا هم وأبنائهم يعني والفتية والشباب وكل من يحب أن يشارك في قصيدة، في رسم، في صورة، في رثاء، في لطمية، في أي شيء أحب، أو حتى أن يتصل ويعبر وجدانيا عن حبه وولائه للإمام الحسين عليه السلام. أستاذ لقمان، في الدقائق يعني الأخيرة، كيف يمكن يعني أن نحافظ على قدسية الإمام الحسين عليه السلام في مجال التعبير بعيدا عن يعني الطرق الجديدة التي أثارت جدلا مثل قضية الراب مثلا التي راجت في العراق؟ يعني نحن طبعا نحسن الظن بالجميع، ولكن هناك أساليب باتت خطيرة الآن يعني وتلفت أو تجذب الشباب لأسباب نعرفها وربما أسباب لا نعرفها، ما رأيك؟ أستاذ، هذه الأمور الهجينة التي يحاول البعض إدخالها، أنا أتحفظ على كلمة قلت أنها رائجة مع احترامي الشديد. رائجة على وسائل التواصل أقصد، على وسائل التواصل أقصد. نعم أستاذ، نعم أحسنتم، أنا لا أشكل عليكم، ولكن رواجها ليس لها رواج في العراق، بالعكس هي مستهجنة ومشخصة ومشخصين الناس الذين حاولوا إدخالها في القضية الحسينية، هؤلاء لن يفلحوا، ولا وإن كان لديهم حسن نية فيجب أن يراعوا حرمة أبي عبد الله الحسين. أبي عبد الله الحسين لا يأخذ الراب من الغرب، ولن نأخذ الراب من الغرب، ولن نأخذ ثقافات الغرب ونعكسها على قضية الإمام الحسين. قضية الإمام الحسين أسمى وأجل وأقدس من ذلك أستاذنا الكريم. طبعا في يعني الدقائق الأخيرة قبل الفقرة الختامية، الفكرة التربوية، أيضا من معينكم مجددا نشنف يعني أسماع السادة المشاهدين، تفضل. عندما مروا بالسيدة زينب عليه السلام على جثث أخوتها قالت: أمر على أخوتي صرع شمرها وروح الدهر عن جسمي، أمر على أخوتي صرع شمرها وروح الدهر عن جسمي، شمرها ضربني الظالم وقلت له شمر، ها شفت عباس ما هو علت بيه، أنا بالصبر ضاوي ترس ماي، وأخت عباس سموني ترس ماي من كبد السما بجربة ترس ماي، وسقال الكون مخلوط بحمية، حلفت دروب يسري من عبيها، حلفت دروب يسري من عبيها، لأن عندي الصلابة من عبيها، صدق جمري تطاير من عبيها، الفواطم لجن ذلت آل مية، يا جاري الماي بالله مر على حسين، أو لو أن بطيب تقصد مر على حسين، الدهر يا حيف أصبح مر على حسين، ومثل طعم العسل ويا آل مية، وحق طول القبل فديوم من شاف، وحق دمع على الوجنات من شاف، صرت من العذاب خيال من شاف، استدلوا بالونين أهلي عليه، استدلوا
بالونين أهلي علي، الله وجزاكم الله الله خير الجزاء. الله الله، كل الشكر لكم الأستاذ الشاعر لقمان البدران على هذه شكرا الكلمات جزيلا وعلى لك. هذه المشاركة القيمة منكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أعزائي المشاهدين، أخذ هذه المشاركة الأخيرة قبل الفقرة التربوية ونختم إن شاء الله. مخرج. حسين صرار أبو يا عبد الله يا عبد الله، عبد الله يا ابن حسين، السلام على عبد كل الشكر لمن أرسل لنا هذه المشاركة القيمة الطيبة أيضا من نيجيريا. طبعا نحن نشاهد هذا الحماس وهذه العفوية في التعبير وهذا الصدق، الصدق الكبير، وأيضا تنوع المشاركين من شباب وفتيان وكبار وشيوخ، بارك الله بهم. أعزائنا، الفقرة التربوية التي أعددتها لكم اليوم عنوانها تعلمنا من الحسين، أو من مدرسة الحسين تعلمنا، من مدرسة الحسين تعلمنا أن للباطل جبهة وللحق جبهة، وأن الصراع بين الجبهتين يميز الناس لأي ولاء ينتمون وعن أي عدوان يتبرؤون، وأن لا مكان للمتفرجين والصامتين والقاعدين عن نصرة الحق في ساحة الجهاد. من مدرسة الحسين تعلمنا أن معارك الأهواء لا تغير وجه التاريخ وتبقى رهينة زمانها ولو طالت 100 سنة، وأن معارك القيم السامية يبقى صداها مدى الدهر ويحيا رجالها مخلدين في القلوب والعقول في الذاكرة ولو كانت بطول نصف يوم كعاشوراء. من مدرسة الحسين تعلمنا أن المرأة خير له أن يكون مظلوما عنه ظالما، مقتولا منه قاتلا، عزيزا منه ذليلا، بريئا مأخوذا عنه مجرما طريقا، فأذى البراءة والمظلومية والمقتولية لا يدوم إلا جيلا، ووصمة الأخريات المخزية لعنات أبدية وشقاء مستدام. من مدرسة الحسين تعلمنا في معركة الإصلاح والتغيير السياسي والاجتماعي أنه دائما هناك دور للمرأة، كما الرجل، كما الشاب، كما الكهل، كما الشيخ المسن، بل وهناك أيضا دور عند الاقتضاء للطفل والطفلة وللرضيع. ومن مدرسة الحسين تعلمنا أن الأمة التي ترفض تقديم الشهداء على طريق العزة والكرامة فإنها ستقدم أضعافهم على طريق الذلة والهزيمة. أعزائنا، هذا فاصل أخير ونعود بعده، فابقوا معنا.
اسمك يوم بعيوني ضاق ثاري لون بالدماء يا خوي ينباك دمعي يا حسين انتظر جيت حنينك عيني دمعات الحزن تسألني وين عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدين الأكارم. طبعا نحن ننتظر في الحلقات القادمة المزيد من مشاركاتكم ومساهماتكم، وأيضا هناك الجوائز القيمة الثمينة إن شاء الله للمشاركين واختيار الأفضل منها. أنا أحب أن أدعو دائما هذا الدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حياتنا حياة محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، إنه سميع مجيب. كل الشكر لفريق العمل فردا، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، كل الشكر أيضا للضيف العزيز الشاعر لقمان البدران ولكل من أرسل إلينا مساهمة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إن شاء الله غدا لقاء جديد. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.